بارك الله فيك مع المغرام ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإخوة والأخوات، الآباء والأمهات، الضيوف الأعزاء، الدكتور علاء المشرف على دار القرآن الكريم والمتابع لشؤونها وسير الدراسة والتعليم والتحفيظ في دار القرآن الكريم، حياك الله. الأخت أسيل صرصور قرعني، مديرة مؤسسة الفرقان لتحفيظ القرآن قطريا في الحركة الإسلامية. الشيخ عكل مدير دار القرآن الكريم، الطاقم التدريسي والتحفيظي والتربوي في دار القرآن الكريم، المرشدين والمرشدات، الطلاب والطالبات، ضيوف الأعزاء، كبارنا وعمامنا وكبرنا، عم أبو نائل وأبو أحمد وأبو نائل وأبو مظهر وقيادة الحركة الإسلامية وإدارتها، أبو حمزة اليوم من الكبار والاختياري، حياكم الله جميعا. طبعا مش ما حدا متقاعد، لا تقاعد في العمل الإسلامي كما قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى. إخواننا وأخواتنا، يعني عندما نلتقي في مثل هذه الاحتفالات بطلابنا الأعزاء، طلاب دار القرآن الكريم، يشعر أحدنا بالغبطة والسعادة والإطمئنان أن أمتنا بخير. لما هناك جهد وهناك عطاء من أجل أن نخرج جيلا من حفظة القرآن، اعلموا أننا بخير وأن أمتنا ومجتمعنا بخير. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، والله هو خير حافظا. فبالقرآن نحفظ أولادنا، بالقرآن نربي أولادنا، ونخرج أجيالا تحمل القرآن في قلبها وصدرها، وتتحرك بين الناس من خلال كتاب الله، أخلاق القرآن، آداب القرآن، قيم القرآن. وهذا ما نصبو إليه. إن كان غيرنا اليوم من أعداء هذه الأمة يبذلون قصارى جهدهم بشتى الوسائل الخبيثة واللئيمة من أجل سلخ أولادنا عن شيء اسمه قرآن، يجتهدون كل الاجتهاد من أجل تمزيق القرآن من صدور أولادنا. في المقابل تجد ردة فعل قوية ومبشرة ومطمئنة من إخواننا وأخواتنا من القائمين على مراكز تحفيظ القرآن، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم، يضحون من وقتهم ومن مالهم ومن تعبهم وجهدهم من أجل أن يبنوا جيلا قرآنيا. وهذا هو التحدي اليوم. نحن اليوم في مرحلة تحدي، غيرنا يجتهد يحاول يبذل قصارى جهده من أجل أن تخرج أجيال المسلمين أجيالا تائبة، أجيالا ضائعة، أجيالا ممسوخة، لا دين ولا إيمان ولا قرآن، لا يمتون إلى هذا الدين والقرآن بصلة. فهذا هو واجبنا اليوم، أن نضحض وأن نفشل كل هذه المخططات ليتخرج جيل من أولادنا وأبنائنا يحرصون على أن يكون القرآن هو شعارهم وهو غايتهم وهو سلاحهم، القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى جيل سمي جيل قرآني،
فريد جيل قرآني فلم ينسخ من هذا المصحف عشرات ومئات وآلاف النسخ حبر على ورق، إنما طبع من هذا المصحف الشريف نسخا قرآنية بشرية، نسخا قرآنية بشرية تتعامل مع الناس وتمشي في الأرض وتبين ما هو الإسلام وما هو القرآن من خلال أخلاقهم ومعاملاتهم وآدابهم. هذا ما يجب أن نجتهد عليه، هذا ما يقوم به إخواننا في دار القرآن الكريم وفي كل المراكز، في كل المراكز القرآنية اليوم في 48 ما يقارب 70 مركز قرآني يحفظون القرآن، ما يقارب 5000 إن لم يكن أكثر من الطلبة يحفظون القرآن ويتعلمون ويتربون على كتاب الله عز وجل. لا أريد أن أطيل، لابد أن أشكر الإخوة والأخوات المرشدين والمرشدات الذين يقومون بجهد كبير في هذا المشوار في هذه الرسالة المباركة، وكذلك نشكر الآباء والأمهات الحريصين على تربية أولادهم وتحفيظهم كتاب الله وأن يكونوا يعني مصاحف قرآنية مستقبلية إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ عكل الدكتور والمرشدين والمرشدات وكل من له سهم في تربية وتعليم وتحفيظ أولادنا حتى يتخرج أبناؤنا إن شاء الله مستقبلا ليكونوا ويتمسكوا ويتبوأوا المراكز المهمة في مجتمعنا، فيكون منهم الطبيب.